ليه ما نسمعهاش؟ يعني الطاقة اللي رايحة جاية دي، الروحانيات الجميلة دي، الواحد يعمل خير هتلاقي خير، ده حقيقي. أنا لو أحكي لك حاجات أقسم بالله ما هتصدق. احكي لي. أقسم بالله ما هتصدق. احكي لي. طب أنا هحكي موقف أقسم بالله حصل بالظبط. هحكيه بال هحكيه لك بالعكس. مرة مراتي وصلت مامتها المطار ورجعوا في الطريق، والعربية وقفت بيهم، حصل مشاكل في العربية. العربية حصل فيها مشاكل فبتركن كده، وحد ما نعرفوش بيركن. فالحد ده قال لهم دي عربية تامر حسني؟ قالوا له اه. هو ايه مالكوا في ايه؟ والله في مشاكل في العربية. الراجل وقف وكان معاه حد تاني، يعني كلهم وقفوا صلحوا العربية، واللي كان فيها عطل مش عارف راح حد عمل ايه، والكاوتش مش عارف كان فيه ايه، حاجات يعني كل حاجة حصلت في دقايق. وبعدين وهو ماشي قام قال لمراتي قولي للأستاذ تامر الخير اللي انت عملته مع المربية بتاعتنا بيترد لك النهاردة. ده كان موقف ايه اصلا؟ يعني كنت مرة ماشي طالع من بيتنا، والبيت فيه طريق طويل جدا عشان تطلع على الشارع بره، ولقيت يعني سيدة في عمر امي، ما اعرفش قلت لها انت يا ماما واقفه كده ليه؟ ما فيش عربيه هتجيلك؟ معلش يا ابني انا حتى في الاول ما كنتش مركزه انا مين. قلت لها طب انت هتطلعي ازاي كده؟ قلت لي ما اعرفش. قلت لها تعالي اوصلك. فركبت ووصلتها، وانا في الطريق هي طبعا ايه كل شويه تضرب عينيها كده اللي هو عارفاه ده ولا هو ولا مش هو. قالت لي هو انت الاستاذ تامر حسني؟ قلت لها اه. فقالت لي انا بحبك وولادي بيحبوك ربنا يكرمك والف شكر وكده. قلت لها بس الوقفه دي يعني، قالت لي هو حصل ظروف وانا عاده مش بقف كده، بس حصل ظروف لازم امشي دلوقتي. ووصلتها لحد يعني لحد بيتها. حتى البيت كان يعني شوارع كتير ضيقه وبعيد شويه، ورحت يعني سبت كل حاجه ورحت. ما كانش في دماغي ان يعني انا عارف انك انت بتعمل خير في ايد ربنا. بعد اسبوعين يعني كانوا جنب بعض الاحداث، بعد اسبوعين يحصل كده موقف، وبص هو كمان يفكرها قولي له ان الخير اللي عملته مع المربيه بتاعت اولادي بيترد لك النهارده. فاقسم بالله ده بيحصل معايا كتير جدا جدا. لا والحقيقه انت كمان فيك بتكبر خواطر الناس. يعني انا فاكر مره من 3 سنين طلبت منك ان احنا في عيد الام نروح نزور مجموعه من السيدات اللي عايشين في دور المسنين، والحقيقه انت كتر خيرك جيت معايا. انا فاكر وعايز اقول للناس يمكن لاول مره تامر حسني عمره ما تقاضى مليم في عمل خيري يعمله. يعني لما عمل حمله مستشفى سرطان 57 357 معلوماتي انك انت ما خدتش فلوس، معلومه دي صح؟ الحمد لله. بل بالعكس انت عملت غرفه هناك في المستشفى باسم والدك ووالدتك. ربنا يديهم الصحه. امين يا رب. ومعانا عملت حملة ورحنا دور المسنين وغنت لهم وجبت فرقتك، حتى الفرقة جت على حسابك.